شوف راهو نحن عندنا عجز تجاري كبير برشا. وقت اللي تشوف راهو وصار دراسات على عجز تجاري ديفيسيت كوميرسيال تلقاه مع بعض البلدان، تاخذ مثلا مع الصين مع تركيا مع كذا، تمشي الى بعض المغازات في تونس وتشوفك السلع الاوروبيه السلع الصينيه والسلع التركيه اللي قاعده معناها تغمر معناها اسواقنا. هذيك هي المسببه معناها اهم سبب في العجز التجاري. لابد من مراجعة الاتفاقيات التجارية الموجودة بين تونس والبلدان هذه كما الصين كما تركيا، معناها باش نحقق موازنة معناها بين صادراتنا وبين إيراداتنا، وباش في الاتفاقيات التجارية هذه نحثوا خاصة على استثمار الدول هذه في تونس، مش أنها تجيب لنا السلع نتاعها وسلع ساعات دين تخي موفاز كاليتي.